بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم دكتورة هانم خاطر، أنا أستاذة طفيليات في كلية الطب البيطري جامعة بنها، وهنبدأ مع بعض علم جديد هو الانتومولوجي. ده علم الحشرات، وده بتدرس فيه الترم الثاني للفرقة الثالثة في مادة الطفيليات. علم الانتومولوجي ده علم شيق جدا، والنطق بتاعه اللي هو الامريكان، تعرفين انا بنطق امريكان اكسنت، فالان وراها تي مش بتنطق، فاسمه انمولوجي. فاحنا هندرس الفيترناري اند ميديكال انمولوجي، تمام؟ وكلمه انمولوجي ده برانش من الزولوجي ديلينج وذ انسكتس، بدأ في 1705 بالبابليكيشن بتاع ريز ميثودس انسكتورم. كلمة انيمولوجي جاية من الجريك نيم اللي هي الانتما، معناها animals with segmented body. طيب دلوقتي هنفكر في أنواع الأرثروبودز. في الأرثروبودز اللي هي مفصليات الأرجل، في عندنا temporary اللي هي بتبقى بتروح وتيجي على الهوست، إنما البيرمننت هي اللي دورة حياتها كلها بتقضيها على الهوست بتاعها. طيب نعمل بوز للفيديو ونفكر في أمثلة للنوعين بسرعة، يلا يا شباب. ها فكرنا. التمبوراري سهلة جدا، كلنا عارفينها، زي الفليز، الفلايز، الموسكيتوز، التكس. البيرمننت اكتو باراسايتس دي بقى اللي هي صعبة شوية، ها مين قالها؟ زي اللايس، الأمل، والمايتس اللي هو الحلم اللي بيسبب الجرب، اللي هو المايتس. طيب دلوقتي ليه احنا بندرس علم الحشرات ده، او ليه بندرس الارثروبودز، ايه اهميتها؟ هنعمل بوز برضو للفيديو ونفكر، وبعدين نرجع تاني للسلايد اللي جاي. الامبورتنس، انا دايما لما بسأل الطلبة بيقولوا لي انها بتنقل الامراض، فبقول لهم طب بتنقلها ازاي؟ هي بتنقلها بطريقتين. اول طريقة اللي هي الميكانيكال، انه هنا الباثوجين do not go undergo any developmental stages، زي ما هو شريته من هنا حطيته هنا، وبتشيله برضو بطريقتين، اما externally عن طريق الفيت، عن طريق البادي هير، او عن طريق البروبوزز. البروبوزز ده هو الماوث بارتس بتاعة الحشرات. طيب او ان هي هتنقلها internally. internally يعني ايه؟ انها بتعمل swallowing للinfective stage، وبعد كده بتعمله passing في الالمنتاري كانال بتاعتها unchanged، يعني هي بتعدي بس من الماوث الى الفيسيز. زي حالة الانتاميبا هيستولوتيكا سيستس اللي بتنقلها الهاوس فلايز من الاكسكريتا بتاعت الهيومن او الانيمالز الى الفود. طيب الترانسميشن بيشمل اول حاجة البروفاكتيف اللي هو ان الباثوجينز بتزيد في النمبر، او ان هو بيكون سايكلو ديفلوبمنتال، النمبر ما بيزيدش ولكن بيتغير من ستيج لستيج. النوع الاولاني اللي بيزيد النمبر زي الابيديميك تايفس في اللايس والبلايج في الفليز، لكن اللي بيتغير الستيج من السايكلو ديفلوبمنتال زي الفيلاريا في الموسكيتوز. طيب النوع الثالث اللي هو اسمه السايكلو بروباجاتيف، سايكلو بروباجاتيف يعني في سايكل وفي كمان ايه بروفاكتيف، يعني تجمع ما بين الاثنين اللي فوق، يعني بيبقى سبيشال سايكل بيزيد النمبر وكمان بيتغير من ستيج الى ستيج. امثلتها زي البلازموديوم اللي بيسبب الملاريا في الموسكيتوس، كلكم درستوه قبل كده، الليشمانيا في الساند فلايز، التريبانسوما في السي سي فلايز. طيب في نوع من السايكلو بروباجاتيف اسمه الترانس اوفاريان ترانسميشن. ايه حكايته ده؟ انه ان الاوفري بيبقى معدي بالانفكتيف ستيج، فبتحط الاجز معديه، فالاجيال اللي جايه بتبقى معديه، يعني زي في حاله البابيزيا بايجيمنا في التكس. ممكن كمان غير بقى انها بتسبب امراض، ان هي نفسها بتسبب امراض او بتسبب سيرتن افكشن، زي في حاله الجرب مثلا زي ما قلنا المايتس، تمام؟ ده ادي المايتس اهي، دي حشره بتبقى صغيره بتتشاف بالميكروسكوب، بتبقى في الجلد. ممكن بتعمل ديرماتوزس اللي هو ده سكين اريتيشن اند انفلاماتوري مانيفستيشنز بسبب البايتس بتاعه الموسكيتوز، الفلايز، اللايس، البيت باجز الى اخره، بتبقى التهابات كده في الجلد. كمان ان هي ممكن بتسبب
skin irritation, weight loss، خسائر اقتصادية اهي، و reduction لل egg production ده بتسببه ال lice في ال birds بالذات. طيب ممكن كمان من الحاجات اللي هي بتسببها بتعمل meiosis. يعني ايه meiosis؟ يعني infestation of tissues with Dipterus fly larvae او اللي هي اسمها الماجوتس. دي هناخدها بالتفصيل، هنشرحها على يعني ممكن فيديو او اتنين. انه اللارفي directly feed على الهوستس necrotic او living tissues. مش عايزه احرقها دلوقتي، هنتكلم عليها بعدين، ده جزء ممتع جدا. طيب برضو من الحاجات اللي ممكن تسببها، ممكن تسبب poisoning بسبب اللي بسبب ايه؟ ممكن البايتس بتاعت الكونوز باج او الستينج بتاعت الاسكوربيون اللي هي العقربه اللي هي هنا دي، وادي الكونوز باج دي مش موجودة عندنا الحمد لله. والكونتاكت مع البلاستر بيتلز اللي هي أنواع من الخنافس بتفرز مادة حارقة كده اسمها الكانثريدين، فبتيجي بتكون على الزرع، الحيوانات بياكلها مثلا أو بتلمسها فبتفرز عليها المادة دي. طيب ممكن كمان بيسبب allergy وsensitivity بسبب الاكسكريشن أو اللي هو لما بتتحور بتسيب اللي هو الجلد القديم بتاعتها بتاعت ممكن بسبب المسكيتوز او حتى بالبايت، يعني اللدغه نفسها او الفليز او البيت باجز او الواسبس او البيز. طيب ممكن بقى يحصل حاجه اسمها انتوموفوبيا. انتومو من الحشرات، وفوبيا احنا عارفين فوبيا يعني اللي هو fear of insects، انه ان المان او حتى الانيمالز ممكن بيبقى اكسايتد لما بتشوف حشره او حتى بتسمع صوتها زي الزنه مثلا بتاعت الدبور او النحله. فمثلا في ناس بيبقى عندهم فوبيا من الموسكيتوز، بعض الناس او حتى الطيور. الاستروس اوفيز فلايز لما بتعمل اتاكينج للشيب، او الهايبوديرما اللي هي اتاكينج للكلب. اوكي، فالحيوان ده طبعا اللي هو اللي خايف ده مش هياكل وهيحاول يستخبى منها ويهرب منها، فطبعا بيقل البرودكشن. ممكن كمان لو احنا مثلا راكبين عربية ودخل دبور في العربية، السواق بقى اللي بيسوق ده هيحصل ايه؟ او لو احنا قاعدين في المدرج ودخل دبور، ها هتعملوا ايه يا شباب؟ ممكن يحصل accidental injury صح؟ بسبب التدافع او الجري او كده. اوكي برضو الكاتل بتخاف من الحشرة دي اللي هي بتبقى شبه النحلة، فممكن بيحصل لها accidents. طيب دلوقتي هناخد break out ونقرأ الكوميكس دي، الكوميك ده، ويا ترى الحشرات بتبقى صغيرة وبعدين يتغير بشكلها وبعدين تكبر، دورة حياتها دي عاملة ازاي؟ دورة حياة الحشرات بتبقى واحد من الثلاث أنواع اللي أنا هقولها بعد شوية. أول حاجة الـ development of arthropods إن هي بتكون ميتابولا، يعني في تحور، والتحور ده منه نوعين. أول حاجة إنه يكون هولو ميتابولا، هولو ميتابولا يعني أدي إن الـ adult stage الفيميل طبعا تحط الإجز تحول إلى لارفا، وات إيفر بقى عدد اللارفا ده كام، وبعد كده البيوبا، وبعد كده الـ adult. عندنا برضو في المسكيتوز، المسكيتوز بتحط الاجز بتاعتها، ادي الفيميل بتحط الاجز على الميه بتطلع اللارفا. هنا في 4 لارفا ستيجز، في الدبانه بتبقى 3 لارفا ستيجز. بعد كده بتتحور الى البيوبا او العذره، بنقول عليها العذره مش الشرنقه، العذره. وبعد كده بتتحور الى ويخرج منها الحشره الكامله اللي هي الادولت ستيج. والحشره الكامله يا شباب الخروجها اسمه emergence، adult emergence او adult eclosion. فهنا الاجز لما بيحصل لها بتفقس فاسمه hatching، فهنا يبقى الاجز بيحصل لها hatching لكن الادلت بيحصل لها eclosion او emergence. فالهولو ميتابولا اللي هو الكومبليت ميتامورفوسيس او تحور كامل، في اختلاف شديد ما بين الستيجز المختلفه. خلاص هنا اللارفي دي عايشة في المية، اللارفي والبيوبا عايشة في المية، والأدلت طبعا عايشة في الجو. هنا الفيميل
عايشة طبعا في الجو والميل طبعا، انما الاجز واللارفي بتاعتها والبيوبي دي بتبقى موجودة على التراش او على الفيزيز، فبيبقى فيها different habitats و different morphology. شايفين اهو كل ستيج مختلف عن التاني، وكمان بياكلوا different food. يعني اللارفي بتاكل different food عن الادلتس، الاجز والبيوبا الاثنين دول ما بياكلوش. خلاص يبقى ال developmental stages بتاعت ال holometabola ال eggs، وبعد كده ال eggs وبعد كده بتحول الى larva جمعها larvae، بعد كده pupa جمعها pupae، كده ال adult. ال hemimetabola، hemimetabola بصوا على الرسمه دي الصراصير مثلا، ادي الصرصار اهو كبير، والصرصار ال adult هو اللي بيبقى له جناح. في ناس تقول لك الصرصار بيطير، لا هما كل الصراصير بتطير اللي هي ال adult stage، انما اللي ملهاش اجنحه دي لسه الاماتيور. يبقى بتحط الاجز وبعد كده بتطلع اللارفا اللي هي بيبقى لونها فاتح كده شويه، ساعات نلاقي صرصار لونه فاتح ده اللارفا، بعد كده بيغمق وبيبقى صغير ده النيمف، وبعد كده الادلت برضو نفس اللايف سايكل في التيكس والمايتس اللي هي الاراكنيدز. ادي الاجز تحط اللارفا يطلع حصل هاتشنج تطلع لارفا، بعد كده النيمف او الحوريه، وبعد كده الادلت ميل والفيميل. ده اللي هو الانكمبليت ميتامورفوسيس في حاله التيكس، في حاله المايدز، في حاله الكوك روتشز، اسمها كوك روتشز او روتشز. فاللارفا هنا بتبقى شبه الادلت ولكن بتبقى سمولر، وغالبا بيبقى ليها ديليكيت ترانسبيرنت انتيجومنت اللي هو بيبقى شفاف الانتيجومنت بتاعها او الجلد بتاعها اللي من بره يعني كيوتيكل. طب النيمف بتبقى هي بري ادلت ستيج شبه الادلت بالظبط، ولكنها طبعا اصغر حجما قليلا، و ومش بيبقى فيها لا وينجز ولا ريبرودكتيف اورجنز، لان السكسوال ماتوريتي بتحصل بس في الادلت ستيج. طيب كمان عندنا اللارفي والنيمف، اللارفي والنيمف بياكلوا ذا سيم فود زي الادلت وعايشين في نفس الهابيتات زي الادلت. لكن لو رجعنا للسلايد التالي اللي فات هنلاقي ان في اختلافات. طيب التحور الثاني بقى، احنا قلنا في ميتابولا كومبليت او انكومبليت، النوع الثاني اللي هو الاميتابولا يعني ما فيش تحور اصلا. بصوا كده دي اللايف سايكل بتاعت اللايس او الامل، ادي الادلت الفيميل بتحط الاجز وبعدين بيحصل لها هاتشنج بتطلع نيمف وبعد كده ادلت. ايه ده، امال اللارفا فين؟ هنا ما فيش لارفا. هنا الاميتابولا بتبقى وينجلس ملهاش اجنحه، do not undergo any metamorphosis ما فيش تحور. الاجز النيمف ادلت على طول، وخلي بالكم ان النيمف شبه الادلت في كل حاجه، سيم فود سيم هابيتات نفس الشكل، هو بس الحجم هو اللي ايه اللي مختلف، زي بالظبط زي الام وبنتها الصغيره، هو الاختلاف الحجم وطبعا السكسوال ماتوريتي طبعا بتبقى في الادلت. طيب دلوقتي لو شفنا بقى الجنرال ستراكشر بتاع الارثروبود، هي طبعا احنا قلنا الارثروبودز بتبقى segmented body، وكل segment بتبقى bilateral symmetrical. اوكي السيجمنت الواحده الجزء اللي فوق اللي هو dorsal اللي هو اسمه التيرجم او النوتم، الجزء اللي تحت الventral اسمه sternum، وبعدين في هنا ده البلوران والبلوران اللي هو اللاترال، فالاثنين اسمهم بلورا الجمع بتاعها بلورا. طيب عندنا هنا الوينجز جايه طبعا في الثوراكس، الوينجز او الصدر يعني، بس اجنحه بتطلع من الصدر. الوينجز بتبقى عند التيرجو بلورال جنكشن، عند التيرجو بلورال جنكشن، انما الليجز دي الليجز اهي بتطلع عند البلورو سترنال جنكشن في المنطقه دي. طيب المورفولوجي بتاعها تاخدوه طبعا اساسا في العملي، بيبقى ليها هيد، بيبقى ليها ده في الحشرات الانسكتا يعني الثوراكس، وبعد كده الابدومن، في هنا طبعا الوينجز، بقيه التفاصيل المورفولوجي هتشوفوها في العملي. طيب الكلاسيفيكيشن بتاع الارثروبودز بنقسمها على حسب ايه، ان هي اولا تبع الكينجدم انيماليا، تبع الفايلم ارثروبودا، في عندنا بقى الكلاس
انسكتا اول واحده، ودي اكبر حاجه هتاخدوها في جزء الحشرات. بعد كده الاراكنيدا هتاخدوا منها التيكس والمايتس بس. الكروستيشيا دي حاجه بسيطه خالص هنقولها، اللي هي البادي سيجمنتس بتاعتها بتبقى divided into three parts، ادي الهيد والثوراكس والابدومن ثلاثه، وبعدين legs ليها كام leg؟ ليها three pairs of legs يعني ست رجلين. الانتيني ليها one pair of antennae، لكن الوينجز ليها اثنين او اربعه على حسب نوع الحشره يعني. الكلاس الثاني اللي هو الكلاس اراكنيدا، شفتوا هنا الهيد والثوراكس اتحدوا مع بعض فبقى اسمها سيفالو ثوراكس والابدومين يعني two parts per. طيب ليها كام leg؟ ليها four pairs of legs يعني كام يا شباب؟ يعني 8. اي حاجة بتمن رجلين، دي الاجزاء اللي دكتورة لبنى تديها التكس والمايتس. اي حاجة تانية بقى اللي هو جزء كبير من المنهج هو بست رجلين، ده انا اللي هشرحه لكم، دي اللي هي الانسكتا. طيب الاراكنيدز لا ليها انتنة ولا ليها وينج. اللي بعد كده الكلاس كراستيشيا القشريات زي الجمبري مثلا، البادي برضو divided into cephalothoracs وabdomen، ليها five or more pairs of legs وليها one pair of antennae زي الانسكتا، وليس ليها wings طبعا لان هي بتبقى عايشة في المية ما بتطرش. الاخر حاجة الكلاس ميريبودا، دي مش هتاخدوها بس اعرفوا بس ان هي بتبقى ليها هيد وليها سيجمنتس، بتبقى سيجمنتس كتيرة، ليها legs بتاعتها عددهم 10 or more pairs، دي بيقولوا عليها ام 44 مثلا، ليها one pair of antennae وليس ليها wings. اوكي، وبكده نكون وصلنا لنهاية المقدمة بتاعة الأرثروبودز. درسنا فيها الـ types، الـ importance، الـ development والـ classification. نذاكر كويس يا شباب، هنزل لكم ملف PDF فيه الكلام ده مكتوب، وألقاكم على خير في الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنت معاكم هانم خاطر.